ويشتروها من الهند. البهارات الفلفل والبهارات. وهذا يدل على العلاقة التي بيننا وبين الهند. وهذه العلاقة مستمرة دائمة حتى الآن. وأيضا أن هذه البلدة بلدة البحرين له سبق قدم في الإسلام. لأن فوق هذا الكتاب الذي مسلم البحرين فيه فوائد كثيرة. وهذا يرشد إلى تقدمكم إلى الإسلام. وأيضا أنا أقرأ قدامكم حديثا الذي روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا إبراهيم بن التكمان عن أبي حمزة أبو بعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله بمسجد عبد القيس بجوارها البحرين. يعني والله ما يعرف أهل هنا مكان في ذا الوقت يعرف بجوارها أم لا. موجود شيخ موجود. وعند العلماء اختلاف في هل هو قرية أم مصر. الشافعي يقول هو قرية الوقت. وعلى الذين لا يجمع في كل قرية الجمعة. والإمام أبو علي في الوقت لكل دليل. الإمام الشافعي دليل والإمام أبو علي دليل. أنا قرية وعلى الأول أنا وهذا العين يقول بمصر عبد القيس. يعني عبد القيس كمان تطايق طبير كل البحرين هم الذين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مزيد لأهل البحرين حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمعة يوميا في بعد مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس. ومن هذا الحديث نحن نفهم أن أهل البلد أن أهل البحرين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية الإسلام وآمن وساعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة وأموال الزكاة وإن الجزية كذلك أيوة كل شيء وكذلك الملابس أيوة في ملابس كثيرة. أهل البحرين يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مضية عظيمة التي سجلت في التاريخ. وقال هذا البلد هذه البلدة من جميع السور. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لجميع من حضروا في هذا المجلس. آمين. اللهم بارك في هذه البلدة. اللهم بارك في هذه البلدة. آمين. اللهم بارك في في أمراء أهل هذه البلدة. اللهم بارك في المجلس الذي يقود هذه البلدة بقيادة حسنة. اللهم بارك لنا ولهم في جميع أمورنا وأمورهم. اللهم احفظنا واحفظهم من جميع الشرور. اللهم وفقنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة. آمين. وصائر جميع بلاد المؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك في درسنا هذا. آمين. اللهم بارك في سماع هذه الأحاديث.
اللهم بارك في جميع ما يتعلق بنا، اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا، اللهم بارك في علومنا وأعمالنا، اللهم بارك في أقوالنا وأفعالنا، اللهم بارك في أجسادنا وأرواحنا، اللهم اشفنا واشف جميع المسلمين، اللهم اشف أولادنا، اللهم اشف أزواجنا، اللهم اشف وأمهاتنا وأبائنا، اللهم اشفنا واشفهم شفاء طيبا. آمين. اللهم احفظنا واحفظهم من جميع الشرور. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مدخولا ولا محروما. آمين. اللهم اجعل الآخرة كل يوم لي وميته علينا وعلى جميع المسلمين خيرا مرشدا. آمين. اللهم تقبل منا هذا المجلس الشريف. آمين. اللهم تقبل منا هذا المجلس الشريف. آمين. اللهم وفقنا لما اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح لنا شيئنا كله، اللهم اصلح لنا واولادنا وازواجنا، اللهم اصلح لجميع المسلمين، اللهم اصلح لنا واياهم بما اصلح به عبادك الصالحين، اللهم توفنا مسلمين واهلنا بالصالحين، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ادخلنا واياهم الجنه مع الذين انعمت عليهم من النبي ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على قبوله هذه الدعوة وتقبله بهذا الدعاء وهذه الإجازة المباركة لنا في الأربعين النووية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وعموم العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى. تفضل الشيخ على العشاء، بارك الله فيكم بدعوة الوالد. تفضل الله يحفظك. تفضل وبارك.